مرحبا، أنا سوسن عداوي، تخرجت من كلية الهندسة المعمارية قسم التصميم والأبنية. كلمة حلم كمفهوم مش سهل تحقيقه في ضوء العالم المتسارع اللي عم نعيشه، ولكن دائما يوجد هناك فرص لكل مجرد ومثابر وقيادي يمكن أن يقتنصها ويستثمرها لتحقيق أهدافه والوصول لحلمه من خلال حسن التخطيط والاختيار، إدارة الوقت، العمل الجاد، وأكيد الإيمان بالقدرات. حلمي أنا أولاً كإنسانة أني أكون واحدة من المؤثرين في صياغة وتشكيل مستقبل أفضل في جميع الميادين. على الصعيد المهني أني أكون مهندسة معمارية مميزة بالخط المعماري اللي اتخذته، وأضفت للهندسة المعمارية الشيء اللي يعني بيستحق أن تستفيد منه البشرية على المدى البعيد. دائماً مع اكتساب الخبرات خلال الزمن أن يكون عندي المرونة الكافية لتطوير نفس الأهداف والإضافة عليها. شوف حالي بعد 5 سنين دراساتي العليا في نفس المجال في حق المعماري يزودني بالادوات والخبرات في تشكيل الفراغات والكتل، ليست فقط مميزه من حيث التصميم والتشكيل، وانما ايضا مميزه في حلولها الوظيفيه ومعالجاتها البيئيه من حيث الاستدامه، استغلال مصادر الطاقه الطبيعيه، وحسن استخدام الفراغ والمساحات، وايضا اغناء التجربه الفراغيه المشغله للحواس البشريه. في نفس وقت دراستي اني اكون قد بدأت مجموعة من المشاريع المعمارية الخاصة بي حول العالم وخاصة العالم العربي يلي بتحقق فيها كل ما درسته خلال 5 سنين وتوفر الراحة للإنسان وترفع من كفاءة الإنتاج. بالنسبة لمشاركتي ببرنامج حكمة ليدرز للقادة، أنا أؤمن بأن القيادة دائما بحاجة لتقييم وتطوير ولها أنواع وأساليب، لذلك جاءت مشاركتي بالبرنامج أولا من دافع رغبتي بتطوير القيادة لدي وإدراك سلبيات هذا الأسلوب ونقاط ضعفه والعمل على معالجته وأيضا اكتشاف إيجابياته والعمل على تطويره. ثانيا من خلال تبادل المعرفة والخبرات مع المشاركين في البرنامج الذين ينتمون إلى خلفيات ثقافية متنوعة. ما عندي قدوة واحدة بحياتي لأنه موضوع القدوة بالنسبة لي هو الإنجاز بحد ذاته. إنجازات لأشخاص مختلفين أثروا بحياتي. أكثر مثال ألهمني بحياتي هي زاهة حديد كإنسانة كمعمارية. زاهة حديد مهندسة معمارية فخر للمرأة العربية الطموحة اللي تركت بصمتها المعمارية في معظم مدن العالم. دخلت تاريخ الهندسة المعمارية ونالت جوائز مميزة لم تنلها امرأة قبلها في العالم كله. زاهة حديد ألهمت العديد من